قبل ما نروح الفاصل خلينا نحكي عن موضوع كتير مهم ورح نحكي عن قرية بيت إكسا. أكيد أهالي بلدة بيت إكسا قضاء القدس بتحدوا المخططات الاحتلالية ببناء خيام على مساحات من الأراضي للبلدة على غرار قرية باب شمس. هاي الأراضي اللي صدرها الاحتلال عام 1967 ومنع أي تمدد أو بناء عمراني أو زراعي فيها. يعني أهالي قرية باب شمس بس بدوا حكوا إنه هاي الفكرة رح تكون نهج مش بس فكرة وفعلا عم تنتقل لقرى مختلفة. وأعلن يعني بقرية بيت إكسا قبل أسابيع أعلنت قوات الاحتلال عن مصادرتها لأكثر من 450 دنم على أراضي القرية واللي بتطل على قرية لفتة المهجرة منذ عام 1948. المنطقة اللي بنحكي عنها هي المساحة شارع الرئيسي ما بين القدس وحيفا والشارع مسمى بشارع حيفا. بالأمس مبارح بيوم الجمعة بعد صلاة الجمعة قرر مئات من أهالي القرية والبلدات المجاورة بناء الخيام على هاي الأراضي. المزيد من التفاصيل رح تكون مع الزميل محمد سرحان بهذا التقرير. قرية الكرامة على خطى باب الشمس وفي المنطقة الواقعة بين بيت إكسا ولفتة غربي مدينة القدس، مجموعة شبابية تقيم قرية فلسطينية في الأراضي المصادرة والتي تعتبرها إسرائيل أراض عامة في رسالة للاحتلال بأننا هنا باقون. نحن هنا اليوم لنؤكد تمسكنا بأرضنا، لنؤكد سيادتنا على هذه الأرض، لنقول للاحتلال أننا باقون على هذه الأرض لأننا أصحاب الحق، لأننا أصحاب القضية، وأن دولة فلسطين ستتجسد حقيقة وواقع على كل شبر وعلى كل ذرة من ذرات تراب فلسطين. المجموعة الشبابية والتي تزيد عن 400 ناشط قاموا بنصب الخيام وشرعوا ببناء مسجد للقرية، فالخيمة هي رمز اللجوء والتشتت في الأدبيات الفلسطينية، غير أنها غدت عكس ذلك تماماً، فقد أضحت رمزا للسيادة المستحقة على الأرض الفلسطينية. رسالتنا أننا سنبقى في هذا المكان، سنعيد بناء ما يمكن من البيوت التي هدمها الاحتلال، وسنستخلص نحن بأيدينا حقنا في الحياة الآمنة والبقاء كحق من حقوق الإنسان أن نبني ونقيم ونحمي مستقبل أطفالنا في هذا المكان. يذكر أن إقامة قرية الكرامة يأتي كرد على إعلان سلطات الاحتلال بمصادرة مئات الدنومات لصالح المخططات الاحتلالية لبناء وحدات استيطانية جديدة. محمد سرحان لقناة الفلسطينية، القدس المحتلة. أكيد شكر للزميل محمد سرحان. ومعنا على الخط الهاتف رئيس مجلس قروي بيت إكسا كمال حبابي، الله يصبحك بالخير. الله يسعد صباح الراديو عندكم. أكيد حابين نسأل لو تضعنا في صورة الوضع النهائي لما يحدث الآن في القرية. الوضع النهائي بالنسبة لقرية الكرامة، بس نطلب منك إذا في مجال تعليلنا الصوت شوي أو كمان عندنا من داخل إحنا أقمنا مخيم الكرامة في أراضي قرية بيت إكسا في منطقة تسمى خربة العلاونة، وهي خربة العلاونة من أراضي قرية بيت إكسا المهددة والتي أقمناها بعد بناء على قرار الاحتلال بوضع اليد على 476 دنم من أراضي القرية لصالح الجدار العنصري الذي سوف يقام حول القرية، مما يؤدي إلى عزل القرية من جوانبها الأربعة ويعزل عن القرية 12,000 دنم من مساحة الإجمالية للقرية 14,000 دنم، مما يجعل القرية في ضائقة اقتصادية وضائقة نفسية كبيرة، ويؤدي إلى هجرة مستمرة من أهالي القرية التي يوجد بها 1,000 عائلة تحمل هويات مقدسية، وهذه العائلات بعد إقامة البوابات وبعد إقامة هذا الجدار وقبل ذلك أصبحوا يهاجرون القرية إلى القدس، لأن كان طريقنا الرئيسي يأتي عن طريق خلال ربع ساعة كان الواحد يكون واصل للقدس، لأن قرية حدودية للقدس هاي القرية. لما أصبح الواحد بده 4 ساعات يروح على بده على بيت على بير نبالة على لغاية الآن لم تتعرضوا لأي انتهاكات من قبل قوات الاحتلال، كونها هي أراضي منعوا فيها أن يكون في تمدد زراعي وتمدد عمراني في هالأراضي. التمدد العمران عندنا أصبح بس 500 إلى 550 دنم، يعني أصبح الأراضي كلها مناطق سي ممنوع البناء فيها. عم بحكي عن مخيم الكرامية اللي بنيتوه، الخيام اللي مبارح
هي من الكرامة بيننا مجرد أن يكون في تضامن بالنسبة للهيئات الدولية والقوى الوطنية في المنطقة. هينا موجودين الآن في المنطقة، هي منطقة باب الكرامة، موجودين عند الخيام، وعنا المتضامنين الأجانب، معنا متضامنين من القوى الوطنية في كافة المناطق. والقرية هاي مقابل قرية لفتة، يعني مجاور لقرية لفتة، مقابل دير ياسين، يعني سوى 3 كيلو فقط تحجبنا عن القدس. القرية تعرضت البارحة، تعرضت إنها جيش الاحتلال داهم القرية وصور القرية وصور المتواجدين فيها وخرج من القرية بدون أي عرضكم لأي انتهاكات ولا يكون بأي عملية اعتقالات من الشباب أو المتواجدين في القرية؟ لم يتم عملية اعتقال ولا أي أعمال أخرى، إنما حضر إلى القرية وصور وطلع من القرية. يعني أنت هلا معنا على الهواء عبر قناة الفلسطينية، إيش بتوجه رسالة للناس كمان، خاصة إنه جزء من الحملة هي لفت الأنظار للقرية بيتكسا نفسها؟ أنا بوجه الأكثر من اتجاه، بوجه أكثر أول شيء لأهالي قرية بيتكسا اللي في الخارج، في منطقة القدس أو في الشتات أو في الأردن أو في الدول الأجنبية، نوجه النداء إنهم يساعدوا القرية بكل طاقاتهم، من مادية، من شبابية، من معنوية، من إعلامية. نوجه دعوتنا لكل أهالي القرية، ونوجه دعوتنا لسلطتنا الوطنية أنها تهتم اهتمام بالغ في قضيتنا. نطالب الدول العربية والدول الصديقة من الدول الأجنبية أنها تهتم بهذه القضية، لأنها قضية سياسية خطيرة بالنسبة لنا كموقع حدودي ومنطقة القدس. إنهم بدهم يعزلوا منطقة القدس عن محيطها، صحيح، وإحنا من محيط منطقة القدس، ويفرغوا من أذهان الجيل الصاعد القدس، إن البطل الواحد يعرف شو القدس ولا شو وين هي القدس، صحيح، لأن هي البوابة الغربية لمدينة القدس. احنا اكيد بندعم الحركه اللي انتم قمتوا فيها، ورح نتواصل دائما لنغطي كل الاحداث اللي بتصير معاكم، وبنتمنى اكيد انه يتم يعني عوده للاراضي اللي تم مصادرتها، وايضا انه يكون في مسموح لحتى تكون الجهات الاربعه هي جهات تنتمي للسلطه الفلسطينيه. اكيد رئيس مجلس قروي بيت اكسا كمال حبابي، شكرا لك. يعني هو نقطع الاتصال، ولكن فعلا نشكره، وفعلا نورا مثل هاي المبادرات كمان بتثبت بس انه الناس أصحاب حق يعني، وبدافعوا عن أراضيهم، وخاصة أنه في حملة شرسة هلا من قبل قوات الاحتلال بعزل القدس كليا، ولكن هناك مخيمات وقرى عم بتم إعادة بنائها على أراضي محتلة. نتمنى يا رب دائما السلامة كمان للناس، وفعلا يكون في تحقيق لكل هاي الأماني. أكيد. أما هلا خلينا نروح لفاصل، وبعدها منتابع الجزء الأخير من برنامج الله يصبحكم بالخير، خليكم معنا.